الحياة محدش يقدر يتوقعها، الدنيا ممكن تتقلب عليكي في ثانية، والثانية التانية ممكن تبقى أحلى لحظة في حياتك. هي دي حلاوة الدنيا، دايماً في مفاجآت، وعمرك ما هتعرفي تتخيلي إيه اللي جاي. بس عشان كده مهم قوي تكوني جاهزة، جاهزة لأي حاجة الحياة ترميها في وشك، جاهزة للي مش شايفاه واللي مش عايزة تشوفه، جاهزة للحلم والوحش. مع ساينوشور خليكي دايماً جاهزة.